السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة معلومات حول العالم. إن شاء الله اليوم سوف نتحدث عن دولة تعتبر ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، وهي دولة السويد. السويد يحدها كل من النرويج والدنمارك وفنلندا. مساحة السويد 450,000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 9,400,000 نسمة. حوالي 22% من السكان يعيشون في العاصمة في مدينة ستوكهولم. تشتهر بأن السويد دولة مسالمة تتبنى عدم الانحياز، حيث أنها لم تشارك في أي حروب منذ عام 1814. يقام سنويا في دولة السويد عن مراسم إعلان الفائز بجائزة النوبل. تشرق الشمس في الصيف في السويد الساعة 3:30 صباحا، أما في الشتاء فتغرب الشمس في الساعة 3:30 ظهرا. يوجد في السويد فندق جليدي يزوره سنويا حوالي أكثر من 50,000 زائر. متوسط عمر الشخص السويدي الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك بسبب رفاهية الشعب السويدي. يوجد في دولة السويد أكثر من 98,000 بحيرة، ويبلغ مساحتها 8,000 متر. شركة أيكيا السويدية للمفروشات المشهورة في العالم، يوجد عندها حوالي 344 فرع في أكثر من 48 دولة، ويبلغ إيرادتها عام 2013 إلى 28 مليار يورو. يوجد في السويد أكبر المولات التجارية في الدول الاتحاد الأوروبي وفي الدول الإسكندنافية، وهي مول نوردستان، ويبلغ مساحتها 320 متر مربع. السويد أكثر دول العالم استخداما للطاقة النووية السلمية، حيث يوجد بها أكثر من 10 مفاعلات نووية في دولة السويد. وبذلك قد انتهى حلقة اليوم، وإذا أعجبكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.